اختتم في العاصمة الإدارية بالقاهرة معرض ذا انفستور اكسبو بمشاركة الشركة اليمنية نيو ايفنت العقارية. الممثل اليمني في المعرض إلى جانب أكثر من 27 شركة تطوير عقاري. وفي تصريح له قال رئيس مجلس إدارة الشركة حميد الرجوي إن الشركة تقدم عروضا حصرية على مشروع لها في العاصمة الإدارية وفي منطقة مميزة. وأوضح الرجوي أن شركة نيو ايفنت مددت عروضها لأبناء الجالية اليمنية لمدة أسبوع بعد انتهاء المعرض العقاري، حرصا منها على إتاحة الفرص والعروض أمام المستثمرين اليمنيين. شركة نيو ايفنت في مشروعها الأول في قلب العاصمة الإدارية في أفضل لوكيشن في الداون تاون، حرصت في مشروعها الشمول على ديزاين متميز مختلف، حرصت على لوكيشن متميز جدا يتوسط الحي الحكومي والمشاريع القومية العملاقة. حرصت الشركة على الجمع بين أفضل الشركات من شركاء النجاح سواء في الديزاين أو في الاستشاري الهندسي أو في شركات الإدارة. نحن نحرص على العميل بعد استلام الوحدة أن الوحدة تشغل بعائد إيجاري متميز.